خطيب نارين بيوتي عنده ولد، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع شير وشهد، حيث شير مؤخرا عمل مقابلة مع أخوه جلال على قناة الآن، وسألهم عن أكثر سؤال اتداوله الجمهور مؤخرا، وهو عن عمر خطيبة شهد، لترد شهد أن عمرها 30 سنة وعمر شيرو 27 سنة وفارق السن بينهم 4 سنين. أكدت شهد أن العمر مو مقياس للحب والارتباط، وبتشوف أنه شيرو أكبر منها بالعقل. أيضا انتشرت إشاعات عدة مؤخرا بعد إعلان نارين بيوتي عن قرب خطوبتها في مقابلتها مع كارول، وهي الإشاعات بتحكي إنه خطيب نارين بيوتي عنده ولد ومنفصل، لكن بالحقيقة إنه هاي الإشاعات مو صحيحة، وخطيب نارين بيوتي لم يسبق لها الارتباط، والولد اللي عم ياخد صور معه هو ابن أخته.